مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثاني عشر متقدم، نتابع سويا دروس المتجهات من الوحدة السابعة. اليوم بمشيئة الله عندنا هدف، وهو أن نميز متجه الوحدة من بين المتجهات الأخرى. ده الدرس متابعة لدرس 7-2. طيب، في البداية خلينا بس نشوف مع بعض. بيقول لي أوجد طول المتجه، خدنا كيف نوجد الطول من الصورة التركيبية. فأنا لو جيت أجيب طول المتجه AB اللي مركباته سالب 2 و3، عرفنا كيف نوجد طول هذا المتجه. طول المتجه AB ده رمز الطول. طول المتجه AB يساوي جذر التربيعي 2 تربيع. قلنا مش لازم نكتب إشارة المركبة لأن احنا بالربع، زائد 3 تربيع ونطلع الجواب. نلاحظ أن هذا المتجه طوله لا يساوي 1. يبقى إذن لاحظنا أن طول المتجه لا يساوي 1 وحدة طول. أما هذا المتجه، أوجد طول المتجه A اللي بيساوي سالب 1 و0. نيجي نجيب طوله بقانون الطول، يبقى طول المتجه A يساوي 1 تربيع زائد 0 تربيع، يطلع طوله 1. مثل هذا المتجه الذي طوله 1، هنعرف أنه يسمى متجه الوحدة. ويبقى مفهوم اليوم متجه الوحدة. ما هو متجه الوحدة؟ بيقول لنا الإجابة، يسمى المتجه U متجه وحدة إذا كان طوله وحدة واحدة، أي أن طول المتجه U يساوي 1. معنى ذلك يا جماعة، إن أنا لما أجي أتعرف أو أميز هل هذا المتجه متجه وحدة أم لا، ماذا أفعل؟ أول شيء بروح أجيب طول المتجه بالقانون اللي تعلمناه لسه من قليل. إذا طلع طول المتجه 1 يساوي 1، إذن هذا المتجه يسمى متجه الوحدة. طيب، كيف يأتي السؤال؟ كلام بسيط جدا زي ما احنا شايفين. ده مثال 2 مقرر علينا. بيقول لنا في السؤال، أي من المتجهات التالية هو متجه وحدة؟ يعني بيقول لي ميز هل هذا المتجه يطلق عليه متجه وحدة أم لا. احنا لسه عارفين المفهوم حالا، أن متجه الوحدة هو الذي طوله 1 وحدة طول. يبقى لما يجيب لي متجه زي هذا المتجه S، المتجه S بيساوي مركبته الأفقية نص والمركبة الرأسية سالب جذر 3/2، وبيسألني هل هذا المتجه متجه وحدة أم لا، ماذا أفعل؟ أبدأ أجيب الطول. طول المتجه S يساوي جذر، باخد المركبة الأفقية الكل تربيع والمركبة الرأسية الكل تربيع، لكن زي ما قلنا مش بالضرورة نضع الإشارة في المركبات أثناء التربيع. طيب، ونحسب بالحاسبة أو بأنفسنا، هيطلع الطول بيساوي جذر 1 بيساوي 1. إذن المتجه S طوله كم؟ طوله 1 وحدة طول. إذن هل هذا المتجه متجه وحدة أم لا؟ متجه وحدة. عشان كده بنقول بما أن، وأنا وضحت الآن، بما أن طول المتجه S أنا حسبته طلع يساوي 1 وحدة طول، إذن هو متجه وحدة. نفس الطريقة نروح إلى المتجه P اللي مركباته سالب 1 و1، عاوزين نشوف هل هذا المتجه متجه وحدة أم لا. ماذا نفعل؟ ابتداء نحسب الطول بقانون الطول. طول المتجه P يساوي 1 تربيع زائد 1 تربيع، ونحسب الطول، يطلع الطول جذر 2. هل جذر 2 بيساوي 1؟ لا يساوي 1. يبقى نقول بما أن طول المتجه P لا يساوي 1، ما طلعش بواحد، إذن ليس متجه وحدة. تعال نروح الآن إلى
متابعة مثال 2، بيقول أي من المتجهات التالية هو متجه وحدة؟ نفس الكلام، ما زلنا في المثال 2. سي بيقول لك المتجه M صفر وسالب واحد، هذه الصورة التركيبية للمتجه M، هل هو متجه وحدة؟ نجيب الطول، طول المتجه M يساوي جذر صفر تربيع زائد واحد تربيع، قلنا ليس بالضرورة كتابة الإشارة، يطلع الجواب جذر واحد بيساوي واحد. إذا كان طول المتجه واحد بالفعل يبقى هو متجه وحدة، عشان كده نقول بما أن طول المتجه M يساوي واحد وحدة الطول، إذن هو متجه وحدة. يبقى باختصار شديد جدا ملخص لدرس اليوم مفهوم متجه الوحدة، يسمى المتجه متجه وحدة إذا كان طوله واحد وحدة طول. نروح صفحة 119 نحل واجباتنا، السؤال رقم 2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.